ازيكم يا دكاترة؟ أنا دكتورة رضوى حسن، مدرس في قسم الفسيولوجي، وهكون معاكم النهاردة أشرح لكم محاضرة Airway Resistance. في نهاية محاضرة النهاردة عايزين نكون عارفين Factors Influencing Airflow in Respiratory Airways and Factors Controlling Airway Resistance، نكون نعرف نفرق ما بين أزمة Chronic Bronchitis Emphysema Impulse Physiology and Consequences. تعالوا نبدأ محاضرتنا ان احنا نتكلم عن Airflow. هو ايه Airflow؟ هو Volume of Air Passing In and Out the Lungs per Unit Time، كمية الهواء اللي هتدخل وتخرج من الرئتين في الدقيقة الواحدة، ودي بتعتمد على حاجتين: Pressure Gradient Across the Airways و Resistance Offered by the Airways، زي ما خدنا السنة اللي فاتت في البيوفيزيكس الـ Blood Flow، وقلنا ان البلاد فلو مش معتمد بس على البريشر جريدينت، لا هو كمان معتمد على الريزيستنس اوفرد باي ذا بلاد فيسلز. وقلنا ان الفلو بنقدر نحسبه من استخدام الفلو فورمولا اللي بتقول فلو واللي بنرمز له برمز اف ايكوال دلتا بي بريشر جريدينت ديفايدد باي ار ريزيستنس. طيب هنا البريشر جريدينت هو مين؟ في الـ Blood Vessels Flow كنا بنقول إن إحنا هناخد بداية الـ Blood Vessel ونهاية الـ Blood Vessel، أو لو أنا عايزة أعرف الـ Flow بتاع الـ Circulation كلها قد إيه، كنا بناخد بداية الـ Circulation ونهاية الـ Circulation. هنا هنعمل نفس الحكاية، هناخد البداية بتاعة الـ Airway ونهاية الـ Airway. طب بدايتنا مين؟ هي الـ Atmospheric Pressure، والنهاية عندنا الـ Alveoli. يبقى الدلتا بي او البريشر جريدينت هو difference between atmospheric pressure and intra-alveolar pressure. يبقى عندنا الـ air flow or the volume of air flows in and out the alveoli per unit time directly proportional to the pressure gradient which is the difference between the atmospheric pressure and intra-alveolar pressure and inversely proportionate to the resistance offered by the blood resistance offered by the airways. يبقى أول فاكتور بيحدد الـ airflow هو الـ pressure gradient، وقلنا الـ pressure gradient هو الفرق ما بين الـ atmospheric pressure and intra-alveolar pressure. الـ alveoli before الـ inspiration in direct contact مع الـ atmospheric pressure، فالـ pressure جوه الـ alveoli وبره في الاتموسفير واحد، وبما ان البريشر هنا the same يبقى مفيش net movement للاير. عشان يبقى فيه net movement للاير لازم يبقى فيه difference between the two pressure. لما الاتموسفيريك بريشر بيكون اعلى من الانترا الفيولار بريشر بيبدا الاير يعدي من high pressure اللي هو الاتموسفير لللو بريشر اللي هو انترا الفيولار، وده بيحصل during inspiration. during expiration بيحصل العكس، البريشر جوه الالفيولاي هو اللي بيبقى اعلى من البريشر في الاتموسفير، فالاير بيخرج من الايه من الرئتين. يبقى في اي حال من الاحوال لازم يبقى فيه بريشر جريدينت علشان يقدر الاير يعدي من الاتموسفير لللنج، او العكس من اللنج للاتموسفير. لو مفيش pressure gradient ما بين الاتنين يبقى مفيش اي air movement. طيب بالنسبة لل airway resistance اللي هي العامل التاني اللي بيحدد ال airflow زي circulatory system بالظبط، بنحكم عليها عن طريق استخدام البوازيلو اللي بيقول R اللي هي resistance equal 8 إيتا اللي هي الفيسكوستي في اللينس divided by باي ار تو ذا باور 4. يبقى احنا عندنا الاير واي ريزيستنس دايركتلي بروبورشنال تو ذا فيسكوستي اوف اير، يبقى لو الفيسكوستي اوف اير زادت الريزيستنس هتزيد، لو الفيسكوستي اوف اير قلت الريزيستنس تقل. كمان الاير واي ريزيستنس دايركتلي بروبورشنال لللينس، لو عندنا اير واي طوله مثلا 2 سنتي يبقى الريزيستنس بتاعته نفترض 2 سم، 2 الريزيستنس بتاعته 2. لو حصل زياده للاير واي
بأربعة سنتي مثلا، الريزيستنس هتزيد برضو تبقى 4، يبقى الريزيستنس هنا directly proportional 1 فولد. لو زاد اللينس 1 فولد الريزيستنس بتزيد ايه؟ بتزيد 1 فولد. يبقى الـ airway resistance directly proportionate للـ viscosity and length. And indirectly proportionate to the fourth power of radius. يعني لو الـ radius بتاع الـ airway بتاعي قل للنص، الـ resistance هتزيد 16 مرة، زي ما أخدنا في الـ blood vessels بالظبط. يبقى الـ resistance بتاعت الـ airway directly proportionate للviscosity, directly proportionate للlength, and indirectly proportionate to the fourth power of radius. لو الـ radius بتاعي قل النص، الـ resistance تزيد 16 مرة. لو الـ radius بتاعي زاد، الـ resistance هتزيد to the power force للزيادة بتاعت الـ radius. بما ان الـ viscosity of air والـ length بتاع الـ airways عندنا constant، فبالتالي الـ resistance to air flow معتمدة اعتماد أساسي على مين؟ على الـ radius. احنا عندنا الـ viscosity of air في الـ normal condition ما بيتغيرش، والـ length بتاع الـ airway بتاعتنا ثابت، فبالتالي الحاجة الوحيدة اللي هتأثر في الـ resistance دلوقتي هي مين؟ هي الـ radius. بس لقوا ان كمان ممكن الريزيستنس نشيلها من اعتباراتنا خالص في تحديد الاير واي الاير فلو. ليه؟ لان في الهيلثي ريسبيراتوري سيستم الراديوس اوف ذا كوندكتنج اير وايز فيري لارج او لارج انف انه يخلي الريزيستنس قليله جدا جدا جدا، فممكن نشيلها من حسبان. تمام. يبقى تاني، احنا دلوقتي الريزيستنس معتمده على الفيسكوستي واللينث والريديوس. طيب الفيسكوستي واللينث كونستنت، مش هيتغيروا النورمال سبجكت او النورمال كونديشن، مفيش حاجه هتتغير، فبالتالي انا مش هاخدهم في حساباتي في حساب الريزيستنس. يبقى كده الريزيستنس معتمده على مين؟ معتمده على الريديوس. بس هما لقوا ان الريديوس اوف كوندكتنج سيستم او كوندكتنج اير واي لارج انف ان هو يخلي الريزيستنس اقل ما يمكن، فبالتالي الريزيستنس ما بقتش حاجة مؤثرة جدا بالنسبة لي، وبقى العامل الرئيسي في تحديد الاير فلو هو البريشر جريدينت. يبقى البريشر جريدينت between the alveoli and the atmosphere is the primary factor determining the air flow. ليه؟ لان الريزيستنس بتاعتي قليلة جدا جدا جدا. طب الريزيستنس اوف ايرواي ليه هي قليلة؟ لان الراديوس اوف كوندكتنج ايرويز لارج انف انه يخلي الريزيستنس بتاعتي ايه؟ قليلة. علشان كده very small change في البريشر بيؤدي ان flow of air بيكون كبير. يعني احنا زي ما خدنا في النورمال انسبيريشن البريشر جريدينت بيبقى 1 ملم مركوري، ده بيخلي قد ايه اير يخش الرئتين؟ بيخلي 500 ملي اير يدخل الايه الرئتين في خلال الايه الانسبيريشن. يبقى تاني احنا عندنا الريزيستنس بتاعت الاير ويز بتاعتنا ان هيلثي ريسبيراتوري سيستم قليله جدا، فالمين ديترمنت فاكتور اوف اير واي هو مين؟ هو بريشر جريدينت بتوين ذا الفيولاي اند اتموسفير. لو بصينا على الاير واي بدايه من التراكيا، هنلاقي بعد كده التراكيا هتتقسم لليفت ورايت مين برونكس، كل واحده هتخش رئه. في الرئتين ايه اللي بيحصل؟ كل برونكس بتنقسم لعدة برانشات، كل برانش بيبقى أرفع وأقصر من البرانش اللي قبل، وبيدوني حاجة اسمها البرونكيال تري لحد ما أوصل لآخر حاجة خالص اللي هي التيرمينال برونكار. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف مين اللي بيعمل الاير واي ريزيستنس، هل هي السمول اير وايز ولا اللارج ايرويز؟ هل السمول ايرويز زي التيرمينال برونكاي هي او التيرمينال برونكيولز هي اللي بتعمل الايرواي ريزيستنس، او هي اللي فيها اكتر ايرواي ريزيستنس، ولا
اللارجر برونكاي هي اللي فيها اعلى اير واي ريزيستنس. لقوا على عكس المتوقع ان الاير واي ريزيستنس از لو ان سمول اير وايز، يعني الاير وايز الصغيره خالص اللي هي التيرمينال برونكيولز دي الاير واي ريزيستنس بتاعتها اقل من اللارج اير واي اللي هي البرونكاي. طيب ده ليه حصل؟ حصل لاني الريسبيراتوري سيستم علشان متقسم لمالتيبل ديفيجن والارينجمنت بتاعهم ان بارالل، ده ادى لايه؟ ادى ان هيحصل زياده في التوتال كروس سكشنال اريا في السمولر ايرويز، ولو زادت التوتال كروس سكشنال اريا بتاعه الايرويز هيقل الريزيستنس تو اير الريزيستنس تو اير فلو. يبقى تاني، علشان انا عندي مالتيبل ديفيجن في الاير ويز بتاعتي، المالتيبل ديفيجنز دي لما اشوف بقى الكروس سكشنال اريا بتاعه التيرمينال برونكيولز بالمقارنه بالكروس سكشنال اريا بتاعه اللارجر اير ويز اللي هي البرونكاي، هنلاقي ان التوتال كروس سكشنال اريا بتاعه السمولر اير ويز اللي هي التيرمينال برونكيولز اكبر بكتير من اللارجر اير واي اللي هي البرونكاي، وبالتالي الريزيستنس اوف ذا سمولر اير وايز اللي هي التيرمينال برونكيولز اقل بكتير من اللارجر اير واي البرونكاي. مش بس كده، احنا قلنا ان الارينجمنت ان بارالل، لما بنيجي نحسب الريزيستنس لاي سيستم ارينجد ان بارالل، لو انا مثلا عندي هنا 3 تيوبس، كل تيوب منهم الريزيستنس فيها 3، والثلاثة تيوبس دول arranged in parallel، لما اجي احسب التوتال ريزيستنس بتاعت السيستم ده على بعضه اللي هو تيوب 1 و2 و3، بتتحسب بقانون بيقول ان 1 على التوتال ريزيستنس بتاعت السيستم كله equal 1 على الريزيستنس بتاعت التيوب الاولانية زائد 1 على الريزيستنس بتاعت التيوب التانية وزائد 1 على الريزيستنس التيوب التالتة. في الاكزامبل هنا كانت 3 تيوب، كل واحده فيهم الريزيستنس بتاعتها 3، يبقى عشان احسب التوتال ريزيستنس بتاعتهم 1 على 3 زائد 1 على 3 زائد 1 على 3 اللي هي 3 على 3، يبقى التوتال ريزيستنس بتاعه الثلاثه تيوبس دي ايكوال 1. يبقى لو عندنا سيستم ارينجد ان بارالل زي الاير ويز كده، يبقى عندي الريزيستنس التوتال بتاعه الجنريشن ده او بتاع الجزء ده اقل من الايه؟ اقل من اللي احنا متوقعين. يبقى تاني، الاير واي ريزيستنس ان ذا لو از لو ان ذا سمول اير ويز. ليه هي اقل حاجه في السمول اير ويز؟ علشان سببين، انا عندي مالتيبل ديفيجنز، فلما اجي احسب الكروس سكشنال اريا بحسبها توتال للجنريشن ده على بعضه، وبالتالي الكروس سكشنال اريا اوف ذا سمول اير ويز اكتر بكتير من اللارجر اير ويز، فعشان كده الريزيستنس بتاعت الاير ويز او بتاعت السمول اير ويز اقل من الايه؟ من اللارجر اير ويز. السبب التاني كمان ان الارينجمنت بتاعهم ان بارالل، والارينجمنت ان بارالل بيخلي الريزيستنس اقل. يبقى انا لو بصيت كده على الجنريشن بتاعتي مقابله للريزيستنس، هنلاقي ان اللارجر اير واي الريزيستنس بتاعتهم عاليه، كل ما بتزيد الجنريشن او كل ما بيزيد انقسام الاير ويز بتاعتي، كل ما الريزيستنس بتاعتي بتقل 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 بتقل. تمام، يبقى اللارج اير واي هي اللي فيها الهايست ريزيستنس، السمول اير واي فيها سمولست ريزيستنس. توتال كروس سكشنال اريا مش بتاثر بس على الريزيستنس، لا دي بتاثر كمان على الفيلوسيتي اللي هي الديستنس ترافلد بير يونت تايم، المسافه اللي هيمشيها الهواء في الدقيقه الواحده. خدنا السنة اللي فاتت في البيوفيزيكس علاقة الفيلوسيتي بالتوتال كروس سكشنال اريا، وقلنا ان احنا لو عندنا تو ارياز في بيعدي فيهم الهواء، التو ارياز دول الفلو فيهم لازم يكون ثابت، تو ارياز كونكتد ببعض والفلو فيهم في اريا 1 واريا 2 لازم يكون ثابت.
طيب الفلو كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنقول ان الفلو ايكوال الفيلوسيتي في الكروس سيكشنال اريا، يبقى الفلو ايكوال فيلوسيتي في كروس سيكشنال اريا. طيب يبقى الفلو اوف اريا 1 هو ايه؟ A1 في V1، والفلو اوف اريا 2 هو مين؟ A2 في V2. طب الفلو ان اريا 1 هو الفلو ان اريا 2، بس احنا واخدين بالنا من حاجة، احنا اريا 1 مساحتها اقل من اريا 2، على الرغم ان اريا 2 دي عبارة عن multiple branches وكل branch اصغر من البرانش الرئيسي هنا اللي في اريا 1، لكن احنا لما بنتكلم عن المساحة بنتكلم عن المساحة الكلية التوتال كروس سيكشنال اريا بتاعت اريا 2، يعني هشوف المساحة بتاعت البرانش ده واجمعه هنا وده 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 واجمعهم على بعض، هنلاقي ان المساحة الكلية في اريا 2 اكبر من المساحة بتاعت اريا 1، وعلشان الفلو في اريا 1 واريا 2 يكون ثابت لازم ايه اللي يحصل؟ لازم ان الفيلوستي في اريا 2 تكون اقل بكتير من الفيلوستي اوف اريا 1، يبقى كل ما بيزيد التوتال كروس سكشنال اريا كل ما الفيلوستي بيحصل لها ايه؟ بتقل، يبقى increase التوتال كروس سكشنال اريا هيقلل الفيلوستي. طب دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ دي حاجة كويسة طبعا، لان الهواء هيعدي في السمول ايرويز below velocity، فبالتالي هيبقى في sufficient time for gas exchange in alveoli. زي مين؟ زي الكابيلاريز السنة اللي فاتت لما خدنا في البيوفيزيكس، قلنا برضو ان الفلو فيها بيبقى قليل علشان الكروس سكشنال اريا بتاعها كبير جدا، وده برضو حاجة كويسة علشان يحصل exchange ما بين الكابيلاريز وما بين التيشوز. يبقى total cross sectional areas الكبيرة في السمول ايرويز عملت لي حاجتين، الحاجة الأولانية إنها قللت لي الريزيستنس، الحاجة التانية إنها قللت لي الفيلوستي علشان تسمح بجود اكستشينج فين في الالفيولار. لو جينا نبص على الديامتر اوف سنجل تيرمينال برونكيول بالنسبة لسنجل لوبر برونكس، هنلاقي ان التيرمينال برونكيول الديامتر بتاعها اصغر بكتير من اللوبر برونكس، فبالتالي الريزيستنس في السنجل تيرمينال برونكيول لازم يكون اعلى بكتير من السنجل لوبر برونكس. بس احنا لو بصينا بقى على التوتال كروس سكشنال اريا بتاعه التيرمينال برونكيولز الكومبايند كروس سكشنال اريا بتاعت كل التيرمينالز برونكيول، هنلاقيها اعلى بكتير من اللوبر برونكس، وبالتالي الريزيستنس اوف ذا تيرمينال برونكيول هتبقى اقل بكتير من الريزيستنس اوف ايه؟ اوف لوبر برونكس، وهو ده اللي احنا بيهمنا الريزيستنس اوف اول تيرمينال برونكيولز على بعض، علشان الكروس سكشنال اريا بتاعت all terminal bronchioles أعلى بكتير من البرونكاي أو من اللوبر برونكس، هنلاقي إن الريزيستنس في الترمينال برونكيولز أقل بكتير فين؟ من اللوبر برونكس. يبقى تاني ده الكوندكتيف ايرويز، ده الكروس سكشنال اريا بتاعت كل جنريشن، كل ما بيزيد الجنريشن اوف برونكاي وبرونكيول كل ما الكروس سكشنال اريا بتاعتي بتزيد، لان احنا هنا بنتكلم عن التوتال او الكومبايند كروس سكشنال اريا، وكل ما بيزيد الجنريشن كل ما بيقل الايه؟ كل ما بيقل الاير واي ريزيستنس. ليه؟ لان مع كل جنريشن بيزيد التوتال كروس سكشنال اريا، واحنا قلنا ان التوتال كروس سكشنال اريا لو زادت هيقل الريزيستنس وهيقل الايه؟ الفيلوسيتي. فيبقى باللي احنا قلناه دلوقتي اعلى ريزيستنس عندنا موجوده في الميديوم سايز برونكاي، يبقى اعلى ريزيستنس في الاير واي هي مين؟ هي اللي موجوده في الميديوم سايز برونكاي،
واقل ريزيستنس عندنا هي اللي موجوده في السمولست اير واي زي التيرمينال برونكيولز او الريسبيراتوري برونكيولز. يبقى اعلى ريزيستنس هي الميديوم سايز برونكاي، واقل ريزيستنس هي السمولست اير واي اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز. احنا قلنا ان الاير واي ريزيستنس بتعتمد على الفيسكوستي اوف اير، لينث اوف ذا اير واي، وعلى الراديوس اوف ذا اير واي. وقلنا النورمال سبجكت الفيسكوستي اوف ذا اير واللينث اوف ذا اير واي كونستنت، فبالتالي الريزيستنس معتمد اساسا على الراديوس. طب لو حصل وتغير اللينث بتاع الاير واي هيأثر ازاي على الريزيستنس؟ احنا قلنا ان الريزيستنس دايركتلي بروبورشنال لللينث، فلو زاد اللينث هيزيد الاير واي ريزيستنس، لو قل اللينث هيقل الاير واي ريزيستنس. يبقى احنا عندنا لو حصل وزاد اللينث اوف ذا ريسبيراتوري باثوي او اللينث اوف ذا اير وايز، زي مثلا في حالات لو حد بيدخن ببايب او بشيشه كده، الاير واي او الاير واي عنده زاد جدا، اللينث بتاعته زاد. او لو حد بيعمل سنوركلينج بيتنفس عن طريق انبوبه، ده برضو زود الاير واي. يبقى احنا في الحالات دي هيحصل ايه للاير واي ريزيستنس؟ هتزيد الاير واي ريزيستنس. يبقى الاير واي ريزيستنس increase in smoking through a pipe than through a through mouth، او في حالات السنوركلينج لما شخص بيغطس او بيعوم وهو بيتنفس من ايه، من انبوبه. في الحالات دي ليه زاد الاير واي ريزيستنس؟ لزياده الايه، اللينث اوف ريسبيراتوري باثواي. على العكس لو قل الريسبيراتوري باثواي زي في حالات breathing from mouth not from nose، لو انا بتنفس من بقي مش من مناخيري، او لو في شخص معمول له تراكيوستومي كده، انا عملت باي باس للابر اير واي، نوز واللارينكس والفارينكس كده انا عديتهم، فبقيت كده الريسبيراتوري اير واي بتاعتي قليله او صغيره في الطول بتاعها. واحنا قلنا لو اللينس قل ايه اللي هيحصل؟ هيقل الايه، الاير واي ريزيستنس. يبقى الاير واي ريزيستنس بيقل عند الناس اللي بيتنفسوا من بقهم مش من مناخيرهم، والناس اللي عاملين تراكيوستومي. علشان ايه؟ علشان احنا عملنا باي باس للاير واي الابر اير واي او لجزء من الاير واي عندنا، وبالتالي بقى في شورت ريسبيراتوري باث واي. واحنا عارفين ان الاير واي ريزيستنس دايركتلي بروبورشنال لللينث، لو اللينث قل الاير واي ريزيستنس هتقل. بعد ما عرفنا ايه هي الفاكتورز افكتنج الاير واي ريزيستنس، عايزين نعرف ازاي نعمل كنترول على الاير واي ريزيستنس عشان نقدر نتحكم في الاير فلو. اول طريقه عندنا هي نيورال كنترول، برونكيال سموث ماسل اندر كنترول اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السمباثاتيك والباراسمباثاتيك نيرفس سيستم controlling the size of the bronchi علشان يقدروا يتحكموا في كمية الهواء اللي داخله حسب احتياجات الجسم. يعني مثلا أثناء الـ quiet relaxed situation، أنا قاعدة أقرأ مثلا أو بسمع ميوزك أو بتفرج على التلفزيون، أنا ما عندي مش في حاجة دلوقتي لأكسجين كتير يدخل عندي، يبقى الأكسجين demand هنا not too high، وبالتالي مين اللي هيحصل له activation؟ parasympathetic nervous system هو اللي هيحصل له activation. طب ال parasympathetic nervous system لما بيحصل له activation during quiet relaxed situation ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه بيطلع الاسيتايلكولين يمسك في المسكارينيك ريسبتور، يعمل contraction of the smooth muscle of bronchi، فيحصل برونكو constriction. طب لما يحصل برونكو constriction كده الريديوس بتاع البرونكاي قل، وبالتالي اللينز الريزيستنس بتاعت الاير واي هتزيد والفلو هيقل. يبقى الباراسمباثيك ستيميليشن اللي بتحصل during quiet relaxed situation لما الاكسجين ديماند تبقى مش عاليه، مش محتاجه اكسجين كتير، هتعمل لي برونكو كونستراكشن، وده هيزود لي الاير واي ريزيستنس وبالتالي يقلل لي الفلو.
طيب لو انا في سيتويشن في ستريسفول او في ستريسفول في ستريس في ستريسفول سيتويشن، عايزه مثلا العب اكسرسايز، بجري، خايفه من حاجه، يبقى كده انا محتاجه اكسجين ديماند عاليه. ساعتها السمباثاتيك نيرفس سيستم هو اللي هياخد الابر هاند، والكاتيكولامينز ريليزد بتاع بتروح تمسك في البرونكاي عن طريق بيتا 2 ريسبتور وتعمل ريلاكسيشن في البرونكيال سموث ماسل، فبيحصل برونكو دايلاتيشن، هيزيد الراديوس اوف ذا برونكاي، وبالتالي الريزيستنس اوف ذا اير واي هتقل، وبالتالي هيزيد الاير فلو. يبقى انا بعمل ادجستمنت للاير فلو عن طريق ادجستمنت للسايز بتاع الاير وايز. طب بعمل الادجستمنت بتاع سايز اوف اير وايز ازاي؟ اول طريقة عندنا هي النيورال كنترول، سمباثاتيك ستيميليشن بيوسع البرونكاي، بيعمل برونكو دايلاتيشن فبيقلل الاير واي ريزيستنس ويزود الفلو، وده في الوقت اللي انا محتاجه فيه اكسجين زياده زي في حالات الاكسرسايز مثلا، او لو انا في كوايت ريلاكسد سيتويشن بتفرج على التلفزيون، باكل، بسمع ميوزك، الباراسمباثيك هو اللي هياخد الابر هاند، وساعتها هيعمل برونكو كونستريكشن يزود الاير واي ريزيستنس ويقلل الفلو. بما ان السمباثاتيك ستيميليشن بيزود الاير فلو عن طريق انه بيقلل الريزيستنس وبيعمل برونكو دايلاتيشن، فالابنفرين والدراجز اللي بتشتغل على البيتا 2 ريسبتور، بيتا 2 ريسبتور اجونست، الدراجز اللي بتعمل ستيميليشن للبيتا 2 بنقدر نستخدمها in treatment of asthma اللي بيبقى فيها سبازم في الاير ويز. الاير ويز بتبقى ضيقه جدا جدا ومش بتدخل هواء بصوره كفايه للعيان ده، فاحنا بنديله ابنفرين او بيتا 2 agonist علشان يحصل stimulation للبيتا 2 receptor فيحصل relaxation للبرونكيال سموث ماسل، وبالتالي يقل الاير واي ريزيستنس ويزيد الاير فلو. تاني حاجة بتعمل كنترول للإيرواي ريزيستنس هي اللوكال كنترول. إيرويز بتاعتنا هايلي ريسبونسيف لكمية الـ CO2 اللي موجودة جوه الألفيولاي. نورمالي المفروض يكون في ماتش ما بين الإير اللي داخل الألفيولاي والبلاد فلو اللي جاي يعمل إكستشينج مع الألفيولاي. الإير اللي داخل ده اللي هو بيبقى فيه الأكسجين الجديد، والبلاد اللي داخل للالفيولاي بيبقى مليان كربون دايوكسيد، فالطبيعي ان المفروض يكون في ماتش ما بين كمية الاير فلو وما بين كمية البلاد فلو. لو حصل ولقينا ان الاير فلو اقل من البلاد فلو، يبقى انا عندي كمية دم كتيرة داخلة والالفيولاي الاير اللي فيها قليل. طيب كمية البلاد الكتيرة اللي داخلة دي مليانة كربون دايوكسيد، فالكربون دايوكسيد هيبدأ يحصل ديفيوجن للألفيولاي ويزيد الكربون دايوكسيد جوه الألفيولاي. يبقى لو الاير فلو أقل من البلاد فلو هيزيد الألفيولار سي او 2، دم كتير داخل المكان ده والأريشن هنا في الألفيولاي قليلة، فبالتالي سي او 2 الكتير اللي دخل مع الدم هيبدأ يعدي للألفيولاي ويزيد جوه الألفيولاي. لما بيزيد الألفيولار سي او 2 علشان البرونكاي عندنا هايلي ريسبونسيف لسي او 2 بيحصل ريلاكسيشن للبرونكيال ماسل، بيحصل برونكو دايلاتيشن. طب لما يحصل برونكو دايلاتيشن ايه اللي هيحصل؟ هيقل الاير واي ريزيستنس وبالتالي يزيد الفلو. على العكس لو الاير فلو هو اللي اكتر من البلاد فلو، يبقى الالفيولاي دي جايلها اير كتير لكن كمية الدم اللي داخلة عشان تعمل اكستشينج مع الالفيولاي كمية قليل، يبقى الكربون دايوكسيد اللي في البلاد هيكون قليل، يبقى الكربون دايوكسيد اللي هيوصل للالفيولاي هيكون قليل. يبقى لو الاير فلو اكتر من البلاد فلو بيحصل ديكريز للالفيولار سي او 2، ولو قل الكربون دايوكسيد جوه الالفيولاي بيحصل كونتراكشن في البرونكيال سموث ماسل او برونكو كونستراكشن، وبالتالي بيزيد الاير فلو الاير واي ريزيستنس ويقل الاير فلو. علشان كده الريسبونس بتاع الكربون دايوكسيد
الريسبونس بتاع الكربون دايوكسيد بنقول ان هو واحد من الميكانيزمز اللي مسؤول عن الماتشنج ما بين الالفيولر فنتليشن او الاير اللي جوه الالفيولاي والبرفيوجن كمية الدم اللي داخله للالفيولاي. لو كمية الهواء الاريشن او الفنتليشن اعلى من البلاد فلو البرفيوجن اللي رايح للالفيولاي دي، الالفيولر سي او 2 هيزيد وهيحصل ريلاكسيشن للبرونكيال وول فيزيد الاير فلو علشان يحصل ماتشنج للبلاد فلو العالي اللي كان موجود. وعلى العكس لو الاير فلو هو اللي اكتر من البلاد فلو، كمية الكربون دايوكسيد اللي هتوصل للالفيولاي هتبقى قليلة، وبالتالي هيحصل برونكو كونستراكشن ويقل الاير فلو في المنطقة دي تو ماتش البلاد فلو القليل. يبقى لوكالي انا بتحكم في البرونكاي عن طريق مين؟ عن طريق الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد مش هو الوسيله الوحيده للتحكم لوكالي في البرونكاي، لا في كمان تاني ميدييتورز تانية مثلا زي الهيستامين اللي بيطلع اثناء الالرجي، وده بيعمل كونستريكشن في البرونكاي وبيزود الاير واي ريزيستنس. طيب ايه هي العوامل اللي بتساعد ان الاير ويز بتاعتي تفضل مفتوحة؟ والله على حسب نوع الاير واي. لو الاير واي ده لارج اير واي بيبقى فيه كارتليج في الاير واي، وبالتالي الكارتليج ده هو اللي بيعمل سبورت للاير واي وبيخليه مفتوح. يبقى تاني الاير ويز لو لارج هي بيبقى جواها كارتليج، والكارتليج ده ريجيد بيخلي الاير واي تيوب مفتوحة ما فيهاش مشكلة. أما السمول إيرويز اللي ما فيهاش كارتليج فبتعتمد على حاجتين. الحاجة الأولانية ترانسميورال بريشر جريدينت. ترانسميورال بريشر جريدينت ده ميجور فاكتور بريفنتنج السمول إيرويز فروم كولابس. سمول إيرويز اللي إيه؟ اللي هي ما فيهاش كارتليج. طيب الترانسميورال بريشر جريدينت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن airway pressure ناقص ال intrapleural pressure. يبقى تاني لو انا عندي small airway هحافظ عليه مفتوح ازاي؟ اول طريقة عن طريق transmural pressure، ودي major factor in preventing the small airway collapse. طب transmural pressure gradient ده هو ايه؟ هو ال pressure في ال airways ناقص ال pressure جوه ال pleura. الحاجة التانية اللي keeping the small airways open هي ال lateral traction اللي بتعمله ال alveoli أو ال lateral elastic fibers اللي موجودة جوه ال wall of alveoli، على طول بتعمل lateral traction على ال airway. يبقى ال elastic fibers اللي موجودة في ال wall في ال septum أو في ال wall بتاع ال alveoli بتعمل continuously outward pulling على ال sides بتاعت ال airways، فبالتالي طول الوقت ال small airways أو بالتالي small airways تفضل مفتوحة. يبقى تاني ايه هي ال factors keeping ال airways open حسب انا large airway or small airway. لو انا large airway انا عندي ال cartilage بتاعي بيخلي ال airway مفتوح على طول. طب انا لو سمول اير واي ما عنديش كارتليج، يبقى انا الحاجات اللي بتخليني مفتوحه حاجتين: ترانسميورال بريشر جريدينت الفرق ما بين الاير واي بريشر ناقص الانترا بلورال بريشر، وده الميجر فاكتور اللي بيمنع الكولابس اوف ذا سمول اير واي، والحاجه الثانيه الالاستيك لاترال تراكشن. يبقى انا لو لارج اير واي عندي كارتليج في الوول بتاعي والكارتليج ده ريجيد، فالتيوب دي هتفضل ايه؟ مفتوحة. لو انا سمول اير واي عندي الترانسميورال بريشر جريدينت، وده ميجور فاكتور زي ما قلنا انه يمنع الكولابس بتاع السمول اير ويز. قلنا ايه هو الترانسميورال بريشر جريدينت؟ هو الفرق ما بين الاير واي بريشر ناقص الانترابلورال بريشر. قبل الانسبيريشن الانترابلورال بريشر ماينس 4 والبريشر جوه الاير واي 0، يبقى الترانسميورال بريشر بوزيتيف 4 ديستندنج بريشر. ديورينج انسبيريشن الانترابلورال بريشر بيقل بيبقى ماينس 6، و فبالتالي
بيزيد، فبيحصل اكسبانشن للاير ويز نتيجة زيادة الترانسميورال بريشر. علشان كده الاير واي ريزيستنس بتكون اقل during inspiration. يبقى during inspiration عشان الانترا بلورال بريشر عندنا قل، الترانسميورال بريشر اكروس الاير واي بيزيد، وبالتالي بيحصل اكسبانشن لي او بيزيد الديامتر بتاع الاير واي، فبتقل الريزيستنس شويه اثناء الايه، اثناء الانسبيريشن. حاجه التانية اللي بتمنع الكولابس بتاع السمول اير ويز اللي ما فيهاش كارتليج هو اللاترال الاستيك تراكشن. ده الاير واي بتاعنا، ودي الالاستيك فايبرز اللي موجوده في الوول بتاع الالفيولاي. الالاستيك فايبرز دي او الالفيولاي علشان هي بيحصل لها ريكويل، فبتبدا تشد على الاير واي اند كيب ات اوبن. يبقى تاني ايه هي الفاكتورز اللي بتحافظ على الاير ويز اوبن؟ لارج اير واي الكارتليج، سمول اير واي ترانسميورال بريشر جريدينت، وده اهم حاجه. وتاني حاجه عندنا اللاترال الاستيك تراكشن. مطلوب منكم تحلوا الأسئلة اللي هتظهر لكم دلوقتي علشان نتأكد إن احنا فهمنا الجزء ده، وبعد كده نكمل المحاضرة. احنا قلنا إن normal subject الـ main determined factor of airflow هو الـ pressure gradient، وقلنا إن الـ resistance could be ignored لأن الـ radius large enough إنه يخلي الـ resistance قليلة قوي، فبالتالي ما بتشكليش أي مشكلة. لكن لو الـ resistance بتاعتي زادت، لو حصل ناروينج للاير ويز عندي، الشخص ده هيبقى عنده مشكلة، كمية الهواء اللي هتدخل هتكون قليلة. وده اللي بيحصل في مجموعة من الديزيز بنسميها obstructive lung diseases. obstructive lung diseases دي include bronchial asthma, chronic obstructive lung disease اللي اختصارها كوب، chronic obstructive pulmonary disease، واللي هي عبارة عن حاجتين، chronic bronchitis and emphysema. في الثلاث أمراض دول سواء كان bronchial asthma أو chronic bronchitis أو emphysema في increase في airway resistance due to narrowing lumen في airways. طيب علشان airway دلوقتي بتاعتي نارو، فكمية الهواء اللي بتدخل هتكون قليلة. عشان ازود الهواء او ارجع كمية الهواء للطبيعي لازم اعمل ايه؟ لازم ازود البريشر جريدينت. لو احنا فاكرين احنا قلنا الفلو ايكوال دلتا بي على ار، لو الريزيستنس زادت الفلو هيقل، وعلشان ارجع الفلو للنورمال لازم ازود البريشر جريدينت عندي. يبقى انا لو عندي حصل doubling للريزيستنس by narrowing the airway lumen، الدلتا بريشر لازم هو كمان، او البريشر جريدينت لازم هو كمان يحصل له doubling. طب هيحصل له doubling ازاي؟ هضطر اخلي الريسبيراتوري ماسلز بتاعتي تعمل كونتراكشن عنيف علشان يقل الانترابلورال بريشر اكتر بكتير من الطبيعي، وبالتالي يبقى transpural pressure كبير، وبالتالي أقدر البريشر جريدينت يكون عالي، transmural pressure gradient يكون عالي، فبالتالي يقدر الهواء يدخل. يبقى البيشنت اللي عندهم أو العيانين اللي عندهم chronic obstructive airway diseases أو bronchial asthma لازم بيشملوا more work، او بيخلوا العضلات بتاعتهم بتشتغل بقوة شديدة. علشان ايه؟ علشان ازود البريشر جريدينت اللي عندي علشان اقدر ادخل كمية الهواء اللي ايه النوم. الحاجة التانية اللي العيانين دول بيبقوا كاركترايزد بيهم ان الاكسبيريشن عندهم مور difficult. يبقى هم عندهم airway resistance نتيجة narrowing lumen of the airway، وبالتالي هو بيحتاجوا more work من العضلات بتاعتهم علشان تزود the pressure gradient to maintain a normal airflow.
حاجة تانية كمان المهمة ان الـ expiration هو اللي بيبقى more difficult عن الـ inspiration. طب ليه ده بيحصل؟ لان احنا زي ما قلنا من شوية اثناء الـ inspiration بيزيد الـ transmural pressure gradient across الـ airways، وبالتالي بيحصل expansion للـ airways، فالـ resistance بتاعتي بتقل مع الـ inspiration. يبقى العيانين دول اثناء الانسبيريشن علشان هيحصل اكسبانشن للاير ويز مع بزياده الترانسميورال بريشر، فالريزيستنس هتقل شويه. مشكلتنا الاكبر في الاكسبيريشن، في الاكسبيريشن الاير ويز بتاعتي البريشر اللي جواها بيقل عن الانترابلورال بريشر، وبالتالي بيحصل كولابس في الاير ويز دي، و بيبقى فيه difficulty في releasing أو في deflation أو في emptying of the air from the lung. يبقى تاني الـ obstructive airways diseases characterized بإيه؟ بحاجتين. حاجة الأولانية increase the resistance في الـ airways نتيجة narrowing لليومن بتاعه، فبالتالي more work is done to create larger pressure gradient علشان أحافظ على normal air flow. طيب مشكلتي في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ مشكلتي في الاكسبيريشن. في الانسبيريشن الاير ويز الاير واي ريزيستنس بتقل مع الاكسبانشن عندنا، لكن في الاكسبيريشن الاير واي بريشر بيكون اقل من البلورال بريشر، وبالتالي بيحصل له كولابس وبيقل الامتنج بتاع الاير من اللنج. Obstructive lung diseases بتحصل نتيجة excessive exposure ل cigarette smoking أو لل polluted air أو لل allergens زي ال dust وال pollen، حبوب اللقاح أو التراب اللي بتعمل حساسية عند بعض الأشخاص. دي واحدة من ال triggers بتاعت ال obstructive lung disease. أو لو أنا عايشة في مكان مليان ملوثات للهواء، أو لو الشخص ده مدخن أو مدخن حتى سلبي بيقعد مع حد مدخن فترات طويلة. في الثلاث حالات دول بيحصل ناروينج للاير ويز، وبيبقى عند العيان ده او الشخص ده مع الاكسسيف اكسبوجر للثلاث حاجات دول بيخش في obstructive lung diseases. obstructive lung diseases قلنا عبارة عن برونكيال ازمة والكرونيك اوبستراكتيف او الكرونيك كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هم الكرونيك برونكايتس اند امفيزيم. البرونكيال ازمه دي بيحصل فيها اتاكس اوف سمول اير واي ناروي upon exposure to allergen. يبقى انا ما بين الاتاك لو انا مش متعرضه لاي allergen انا الاير واي بتاعتي الدايمتر بتاعها ما فيهوش مشكله، لكن لما بتعرض لالرجن بيحصل ايه؟ بيحصل استيميليشن للاير ويز للسموث ماسلز اللي في الاير ويز، وبيحصل كونستريكشن في الاير ويز دي، فبيحصل اتاك اوف ناروينج للاير ويز اون اكسبوجر تو الرجن. يبقى العيان ده هيبقى عنده سبازم في الاير واي ماسل في البرونكيال اير واي، وكمان بيحصل النروينج بيزيد لان الاير ويز بيحصل فيها اديما عن طريق الهستامين، فده بيزود النروينج بتاع الاير واي، وبيحصل اكسسيف سيكريشن للميوكس ده برضو بيزود من النروينج بتاع الاير ويز. بس كل ده ايه؟ كل ده ان اتاكس لما بيحصل لي اكسبوجر لايه؟ لالرجن. يبقى البرونكيال ازمه هي attacks of small airway narrowing upon exposure to allergen. بيحصل ايه؟ بيحصل فيها narrowing للairways. narrowing للairways ازاي؟ عن طريق spasm للairway muscles، وعن طريق ان بيحصل edematous thickening للairways بالهستامين اللي بيطلع in response للallergen ده، وعلشان بيحصل excessive secretion للميوسين، فبرضو ده بيزود لي من النروينج بتاع الاير ويز. طيب الكرونيك برونكايتس؟ لا، الكرونيك برونكايتس ده انفلاماتوري ديزيز، ده لونج تيرم انفلاميشن. انفلاميشن بياخد فترات طويلة او بيقعد فترة طويلة،
او موجود لمدة طويلة في اللور اير ويز، برضو بيحمل ايه، بيعمل ناروينج في الاير ويز. لما بيحصل انفلاميشن لفترات طويلة الاير ويز بيحصل لها ناروينج. ليه؟ لان برضو مع الانفلاميشن بيحصل ادمت السيكنينج للاير واي واكسسيف سيكريشن للميوسي. يبقى هنا البرونكيال ازمة دي اتاكس، ولما بيحصل اكسبوجر للالرجين كرونيك برونكايتس ده لونج تيرم انفلاميشن في اللور اير ويز. طب بالنسبة للإنفيزيما، الإنفيزيما فيها irreversible collapse of the small airway and the breakdown of the alveolar wall. ده هنا بيحصل destruction للالفيولار وول، واحنا فاكرين ان الالفيولار وول ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل lateral traction على ال small airways. طب لما كسر الوول او كسر الالاستيك فايبرز اللي في الوول بتاعت الاير واي كده، السمول اير ويز فقدت الالاستيك تراكشن اللي كان عليها، وبالتالي هيحصل فيها irreversible collapse. يبقى العيانين اللي عندهم انفيزيما بيبقى عندهم excessive release بانزايم اسمه الاستيز انزايم. الانزايم ده لما نورمالي عندنا في جسمنا بيبقى فيه انزيم تاني اسمه انفوان انتي تريبسين اللي بيحافظ او بيكسر الانزيم ده فما يتكسرش اللونج تيشوز بتاعتنا. لو حصل اكسسيف ريليز للالاستيز انزيم او لو قل الالفا 1 انتي تريبسين، في الحالتين دول هيبقى فيه الاستيز انزيم without protection، فهيبدأ يكسر في الوول بتاع الالفيولاي. ولما الوول بتاع الالفيولاي هيتكسر، انا كده خليت بدل ما في عدد كبير من السمول الفيولاي، لا ده انا خليت في لارج الفيولاي وكسرت البلود فيسلز اللي عندي، فقللت السيرفيس اريا المتاحة للجاز اكستشين. والمشكلة التانية غير ان انا قللت السيرفيس اريا المتاحة للجاز اكستشينج، ان انا فقدت اللاترال تراكشن بتاع الوول اوف الفيولاي على السمول اير ويز، وبالتالي السمول اير ويز دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها كولابس. يبقى تاني عندنا اوبستراكتيف اير واي ديزيزز هما البرونكيال ازمة ودي اتاكس اوف سمول اير واي ناروينج ان اكسبوجر تو الرجين. كرونيك برونكايتس ده في لونج تيرم انفلاميشن في اللور اير ويز عامله لي نارون. انفيزيما ده في ايرريفرسيبل كولابس للسمول اير ويز وبروك داون للالفيولار وول. يبقى زي ما قلنا في البرونكيال ازمه ده النورمال اير واي عندنا. اثناء الاتاك اوف برونكيال ازمه لما بتعرض لالرجين بيحصل ايه؟ بيحصل ناروينج للاير واي. طب الناروينج للاير واي ده بيحصل ازاي؟ عن طريق سموث ماسل كونتراكشن عنيف في الاير واي، ده عملت لي ناروينج. تاني حاجه ادمت السيكنينج للوول بتاع الالفيولاي من الالرجيك رياكشن او من الهستامين اللي طلع في الالرجيك رياكشن. وتالت حاجه ان في سيك لاير اوف ميوسين بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها سيكريشن. بالنسبة للكرونيك برونكايتس ده الهيلثي اير واي، وده الاير واي اللي فيه كرونيك برونكايتس ده لونج تيرم انفلاميشن في اللور ريسبيراتوري اير وايز، بيحصل نتيجة فريكوينت اكسبوجر لإيريتنت زي سيجرت سموكينج او البلوتيد اير او الالرجين. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل ادمت السيكنينج للاير وايز واكسسيف سيكريشن للميوسين، وده بيخلي الاير ويز معرضه اكتر للانفلاميشن. اخر حاجه عندنا في الاوبستراكتيف اير ويز ديزيزز هي الانفيزيما، وقلنا ان في الانفيزيما في irreversible collapse of the small airway وبريك داون في الالفيولار وول، وقلنا ان هو في امبالانس ما بين بروتيزز متمثله في الالاستيز وما بين البروتكتيف ميكانيزم اللي هي الفا 1 انتي تريبسين انزيم. معظم حالات الانفيزيما بتكون نتيجه زياده الريليز اوف بروتيزز اللي هي الديستركتيف انزيمز اللي هي زي الالاستيز.
وده بيحصل من بيحصل نتيجة الـ excessive exposure لـ irritant مثلا زي السيجرت سموكينج. فالالفلور ماكروفاج بتبدأ تطلع كمية عنيفة من الإلاستيز انزيم. الإلاستيز انزيم ده بيحاول يكسر الفورين بوديز أو الـ irritant substance اللي داخلة لللنج، بس للأسف بيكسر معاها اللنج تيشو. نورمالي احنا عندنا الالفا 1 انتي تريبسين انزيم بيطلع ويكسر لي الالاستيز انزيم، وبالتالي هو بيحافظ على اللونج بتاعتي. لكن مع الاكسسيف اكسبوجر او للالرجين او الايريتنت والاكسسيف ريليز اوف الاستيز بيبقى طالع بكمية اكبر بكتير من الالفا 1 انتي تريبسين، وبالتالي هيحصل ديستراكشن لللونج تيشو. يبقى مع الاكسسيف سكريشن للالاستيز لما اتعرض لكميه كبيره جدا من الايريتنت ده هيحصل اوفر كومينج للبروتكتيف ابيليتي، او ده هيعدي البروتكتيف ابيليتي للالفا 1 انتي تريبسين انزيم، وبالتالي هيحصل ديستراكشن او بريك داون للالفيلر. في بعض الحالات بيبقى في جيناتيك ديفكت في الالفا 1 انتي تريبسين، فبتبقى كميته اصلا اللي طالعه كميه قليله جدا، فبالتالي حتى النورمال اماونت اوف الاستيز اللي بتطلع بتقدر تكسر لي اللونج تيشو. طيب لما بيحصل الامبالانس ما بين الالاستيز والانتي تريبسين ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه انا بكسر الوول بتاع الالفيولاي، وبالتالي الإلاستيك فايبرز اللي كانت نورمالي held السمول ايرويز open أنا كسرتها، فبيحصل narrowing في السمول ايرواي أو collapse في السمول ايرواي. الحاجة التانية إن أنا لما بكسر الوول بتاع الألفيولاي أنا كده حولت الألفيولاي من حويصلات كتيرة وحجمها صغير لي large airway، يبقى بيحصل ان large alveoli، يبقى بتحصل ايه enlargement للالفيولاي. بس دي مش حاجة حلوة ان يحصل enlargement للالفيولاي، لان انا كده عملت ايه، انا قللت surface area اللي عندي، بدل ما كان عندي اماكن كتيرة كتيرة بيحصل فيها الجاز exchange، لا ده انا بقى عندي مكان واحد، يبقى انا كده قللت surface area اللي عندي، وبالتالي انا كده قللت الايه الجاز اكستشينج. يبقى الناس اللي عندهم امفيزيما بيبقى عندهم كولابس في الاير وايز، الريفرسبل كولابس اوف اير واي، وبالتالي هيزيد الاير واي ريزيستنس. وتاني حاجه علشان البروك داون البريك داون بتاع الالفيولار وول بيحصل ديكريز في البالمونري كابيلاري ميمبرين افيلبل فور جاز اكستشينج، وبالتالي هيحصل impairment للجاز exchange. بعد ما خلصنا الـ obstructive lung diseases تحلوا الأسئلة اللي هتظهر لكم دلوقتي ونرجع نكمل المحاضرة. تعالوا نجمع مع بعض احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة. اول حاجة اتكلمنا عنها هي الـ airflow، وقلنا is directly proportional to the pressure gradient، وكل ما كان البريشر جريدينت ما بين الالفيولار بريشر والاتموسفيريك بريشر كبير كل ما كان الاير فلو كبير. قلنا كمان ان الاير فلو از انفرسلي بروبورشنال للاير واي ريزيستنس، اللي المين فاكتور اللي بيتحكم فيها هو الريديوس، ولان الاير واي ريزيستنس اصلا النورمال سبجكت قليله، فالاير فلو ديبند برايمرلي على البريشر جريدينت ما بين الاتموسفيريك بريشر وما بين الالفيولار بريشر. وقلنا ان الهايست ايرواي ريزيستنس بيبقى في الميديوم سايز برونكاي، وايل لوست ايرواي ريزيستنس بتبقى في السمول ايرويز اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز. وقلنا ده نتيجه زياده التوتال كروس سكشنال اريا بتاع السمولست ايرواي والبارالل ارينجمنت للايرويز.
كمان اتكلمنا ان الاير ويز بتاعتنا بيحصل لها كنترول عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. السمباثاتيك نيرفس سيستم لما بحتاج اكسجين زياده بيعمل برونكو دايلاتيشن، والباراسمباثاتيك بيشتغل في الوضع اللي انا مش محتاجه فيه اكسجين زياده في الكوايت ريلاكسد سيتويشن وبيحصل فيها برونكو كونستريكشن. وقلنا كمان ان الاير ويز بيحصل لها كنترول لوكالي عن طريق الكربون دايوكسيد، وده اللي بيحاول يعمل ماتشنج ما بين الاير فلو وما بين البرفيوجن او البلاد فلو اللي رايح للالفيولار. كمان الاير ويز بتاعتنا ريسبوند للالرجيك ميدياتورز زي الهيستامين بانها بتعمل سيفير برونكوسبازم وبتزود الاير واي ريزيستنس وتقلل الفلو. واخيرا اتكلمنا عن الاوبستراكتيف لانج ديزيز، وقلنا ان هي مجموعه من الامراض انكلودنج البرونكيال ازمه والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هي الكرونيك برونكايتس والانفيزيم. وقلنا ان الامراض دي كاركترايزد بانكريز الاير واي ريزيستنس، وبالتالي مور وورك از دان علشان يقدر العيان يدخل كمية الهواء اللي نورمالي المفروض تدخل، وان الاير واي ريزيستنس او المشكلة الاكبر بتكون في الاكسبيريشن مش الانسبيريشن. دي لست بالسجستد تكست بوكس لو حبيت تقروا اكتر في موضوع الاير واي ريزيستنس. Thank you doctors.